هذا وشاركت عدد من إدارات وزارة الداخلية في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2023 لإبراز خدماتها والأفكار والتجارب الناجحة التي تتبناها في مجال التكنولوجيا والاستدامة والمدن الذكية. تعزيزا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، شاركت عدد من إدارات وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في معرض قمة البحرين للمدن الذكية 2023 في نسخته السادسة، والذي يمثل منصة عالمية لنقل التجارب وعرض أفضل الممارسات في التحول إلى المدن الذكية. شارك وزارة الداخلية وللعام السادس على التوالي في قمة المدن الذكية التي تقام في البحرين، وذلك بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية. نستخدم أفضل أنواع التكنولوجيا وواصلين لأعلى مستوى من الاستخدام التكنولوجي. على سبيل المثال إدارة الحدث اليوم عندنا في البحرين، إدارة الحدث الأمني، هي إدارة حدث متطورة تعتمد على التكنولوجيا في الدرجة الأولى وعلى الكوادر المؤهلة والمدربة تدريب صحيح. فلله الحمد هذه مشاركة جدا ممتازة، نكتسب منها الكثير والكثير، ووزارة الداخلية أثبتت نجاحها وأثبتت وجودها في هذه المشاركات التكنولوجية المتطورة على مستوى المنطقة والعالم. قامت وزارة الداخلية بتطوير أنظمتها التقنية وأنظمة الاتصالات، وهذا ما ترتب عليه في انخفاض في معدل الجريمة في مملكة البحرين، وساهم بالكثير من تقديم الخدمات. وزارة الداخلية تشارك في 4 إدارات مهمة: الإدارة العامة للمرور، وإدارة العمليات ورئاسة الأمن العام، ومكتب الوكيل المساعد للموارد البشرية، وشؤون الجنسية والجوازات. وهذه المشاركة تأتي لتقديم أحدث الأنظمة اللي تستخدمها وزارة الداخلية في تطوير منظومتها لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030. تم ترشين خط خاص للطوارئ لفئة الصمول بكم بمركز تلقي البلاغات بغرفة العمليات الرئيسية، ومواكبة لتوجه الوزارة للتوسع في استخدام الذكاء الصناعي، تم استخدام برنامج يقوم على قراءة وترجمة لغة الإشارة لتوفير الوقت وتسهيل استقبال البلاغات من هذه الفئة. تأتي مشاركة إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، وذلك من خلال عرض النظام الجغرافي الأمني اللي يعتبر عصب العمل الأمني في مركز عمليات وزارة الداخلية، من بداية تلقي البلاغ في مركز عمليات وزارة الداخلية ووصولا لحين إسناد الجهات المستجيبة للبلاغ نفسه وتوثيقه، وما أسهم النظام نفسه في تقليل زمن استجابة للجهات المستجيبة، بالإضافة إلى هناك العديد من التكاملات للنظام اللي تم ربطه بعديد من الأنظمة الأخرى التي أسهمت في تطوير العمل الأمني في مركز عمليات وزارة الداخلية. وقد عرضت إدارة وزارة الداخلية أبرز خدماتها والأفكار والتجارب الناجحة التي تتبناها في هذا الشأن في إطار السعي للتعرف على أحدث الحلول والتطبيقات في مجال المدن الذكية، مما يؤكد أن عملية التطوير والتحديث ماضية قدما في مجالات عدة، وصولا إلى تعزيز الخدمات المقدمة بمعايير السرعة والدقة والكفاءة.